الحقيقة نحن هنا لم تكن بين يدي محاضرين يتدبران آية الكتاب العزيز، وإنما يتدبران ما أنتجه من تفسير هي حقيقة قراءة منطقية تقويمية لما انتهى إليه الفكر الأصولي من جهة، وإن كانت الأمثلة فيها نوع من الانتقاء وهذا ما نراهبه عليهما. القدامى عندما تدبر رأي الكتاب أنتجوا لنا منهجا حاولوا به أن يقرأوا القرآن قراءة موضوعية منصفة، فالذين تكفلوا بوضع المنام من تفسير المسلوس هم علماء أصول الفقه، وأنتجوا هذه المناهج والقواعد بحسب ما أتيح لهم في عقلهم من أدوات معرفية، هم تفاعلوا مع عقلهم وكانوا منتفين لهذا التفاعل، وحاولوا أن يفهموا القرآن بمنهج دقيق بحسب ما يرونه. لكن نحن اليوم ننقل لكن دون أن يكون لنا منهج، نستمع في المحاضرتين حقيقة تبرات، لا نستمع إلى منهج محتمل يعتمد مقدمات منهجية علمية تنتج أحكاما دقيقة، يعني أمثلة متناثرة من هنا وهناك لا تحكمها وحدة موضوعية ولا رؤية تأليفية مضطردة يمكن أن تكون سندا أو معيارا يحكم إليه الباحثون المعاصرون، وإنما هي مجرد ثمرات لم تنضج بعد، يجب أن ننبذ هذه الثمرات. أنا مع الأخ من الذين لا يؤمنون بوجود النفس في القرآن، وأنا أدرس 20 سنة أصول الفقه، وأنا خبير في هذه المدونة الأصولية من داخلها، وأنا لا أتكلم من خارج المدونة. كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لا يمكن أن يقرأ عليه نفس، وهو كتاب صالح لكل زمان ومكان وكل جيل ينهل منه ما يفيده ويحقق صلاحه، وينهل منه أيضا ما يفهمه، فنحن نحاول أن نرتقي نحو الكتاب العظيم. هناك مسألة ثانية دقيقة جدا هي قضية الفصل بين الإله والثقافة أو الإله والإنسان، هذا أمر دقيق جدا يشيرنا على العلاقة الجارية بين القرآن والسنة. القرآن الكتاب المبارك فوق الزمان والمكان، فوق العقل المتخصص لأن الإنسان في إدراك الزمان ومكانه، بينما السنة الأصل فيها أنها تحقيق لمناطق القرآن. مما اهتديت إليه ولم أسبق إليه والحمد لله أن أعظم وظيفة غفل عنه الأصوليون والمحدثون قديما وحديثا أن أول من حقق قواعد القرآن هو الرسول صلى الله عليه وسلم، أي أنه نزل قواعد القرآن على المحال المشققة بظروفها وملابساته بصور المعاملات الجارية في عصره، وهذا ما لم يهتدي إليه السابقون، فقالوا بأن القرآن يخصص عموم القرآن، السنة تخصص عموم القرآن، وهذا بينتها في بعض وقلتها يؤدي إلى نتائج خطيرة جدا كالقول بأن القرآن ظاهرة تاريخية نسبية، كذلك الإغال في تفسير القرآن اعتمادا على أسباب النزول، مع الشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله في أحد المقدمات يبين أن أسباب النزول أسباب تنزل يسير، ثم إن السبب هنا ليس المراد بالسبب هو السبب عند الأصوليين الذي يدور معه الحكم وجودا وعدما، وإنما المراد به كما أنما إليه الأخ آنفا هو يعني المناسبة أو الظرف الذي نزل فيه القرآن، وليس المراد به السبب الأصولي. قضية أيضا يجب أن نطرح قضية التطور الدلالي للمصطلحات،
لأن القدامى كانوا يطلقون النسخ ويريدون به تخصيص العام، خاصة أهل القرنين الثاني والثالث على ما ذكره ابن العربي والقرطبي والشاطبي وابن القيم وابن تيمية وابن عاشور، هؤلاء جميعا ذكروا هذه المسألة. فهناك مسائل كثيرة وردت في كتب التفسير عبر فيها المفسرون عن النفس ومراده من النفس هو التخصيص تخصيص العام. قضية طرح الأدوات التي اشتغل بها المسلمون قديما بفهم القرآن رأسا، هذا في الحقيقة إنكار وجحود لما مرته جهود أولئك. نحن نقوم تلك الأدوات ولولا نضيف إليها، أما الدعوة إلى هدمها رأسا فهذا يحول دون تحقيق ذلك القول بأن الثقافة تراه. لا يمكن أن نتحدث عن ثقافة تنطلق من الصفر من الفراغ، هذه في الحقيقة مجرد دعوة لا يعبدها أي دليل. نحن يجب أن نتواصل مع سائر الأشياء. ما قالوا المفسرون فيه كلام لذيذ، وطبعا فيه كلام مخالف لواقع الأمر لمنطق العقل، لا مانع من ذلك. أما أن ندعو إلى استئصال ما أجازه السابقون رأسا فهذه في الحقيقة مجازفة خطيرة. أكتفي بهذا القدر. صلى الله عليه وسلم.